الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. الله أكبر. لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغربها توبة الكافر أو توبة المسلم العاصي. يا الله، ليه؟ أول ما الخلق في الأرض بلا استثناء، ما فيش بشر على وجه الأرض حين يرى الشمس تطلع من المغرب إلا وأعلن الإيمان، لا خلاص ما عادش ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس، اسمع، آمن الناس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في نفس اليوم اللي تطلع فيه الشمس من المغرب تخرج الدابة. ايه الدابة دي؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال: تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة في هذا اليوم ضحى. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي سبحان الله تخرج لتميز بين المؤمن والكافر. يا رب سلم، تسم المؤمنة على جبينه فينير، وتسم الكافرة على أنفه فيظلم. وفي رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، خلي بال حضرتك، طلوع الشمس من مغربها، الدابة، والدخان. إيه الدخان ده؟ الدخان الذي يملأ الأرض لا يصاب المؤمن منه إلا كما يصاب بالزكام الذي نراه الآن، أما الكافر يدخل فيه هذا الدخان فينتفخ فيخرج من كل مسمع فيه أو من كل مسمع منه. فارتقب
يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يقول الضالون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وبعد هذا يرسل الله عز وجل الريح الطيبة لتقبض أرواح الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، كما في رواية الصحيحين من حديث ابن مسعود، إلا قبضت. قال المصطفى: حتى لو دخل أحدهم كبد جبل. يبقى خلاص المؤمنون قبضوا جميعا. يبقى ما تستغربش بقى لما أقولك إن المرحلة دي هي اللي هيهدم فيها البيت الحرام. فيقبض المؤمنون، لا يحج البيت أحد. يبقى هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: يخرب الكعبة ذو السويقتين كأني به أسود أفحج يقلعها، يعني الكعبة، حجرا حجرا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي رواية مسلم قال: حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما هو من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المصطفى ألا تشهد الأمة، أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة، هذه العلامات من آيات العذاب. من رحمة الله بالأمة ألا يشهد الموحدون من أمة المصطفى هذه العلامات، بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا.